بالنسبة للحاج متمتعا، الطواف له هو طواف العمرة، الطواف الأول. وبالنسبة للقارن والمفرد، الطواف الأول هو طواف القدوم، اسمه طواف القدوم. طيب، إذا طاف طواف القدوم على الحاج من الأنواع الثلاثة عليهم طواف الإفاضة، يعني عندهم الطواف الأول طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع، بعدهم عندهم طواف ثاني اسمه طواف الإفاضة، وده ركن، بخلاف الطواف الأول هو من الواجبات، لكن هذا ركن. طيب، وفي العمرة ركن، طواف العمرة المتمتع ركن. أما طواف الوداع فهو من الواجبات، من لم يأتي به عليه هدي بالنسبة لطواف الوداع. نعم. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله ابن عبيد ابن عميد أن رجلا قال لعبد الله ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. نعم، في الطواف الإنسان يمسح الحجر أو يقبل الحجر أو يسجد عليه، ثلاثة سنن. ما استطاع يشير إليه إشارة، تمام؟ عند الإشارة يقول الله أكبر، أما لو استلم يقول بسم الله والله أكبر. طيب، ما يمس شيء إلا الركن اليماني اللي هو آخر ركن بعد ما بدأ بالحجر، آخر ركن بيقابله الركن اليماني، وفي موضع أقرب أشبه بالحجر الإنسان يمسه، لا يشير إليه إنما يمسه. طيب، بعد ذاك في بين الحجر وباب الكعبة، إذا أنت عندك مثلا زي ده، هنا عندنا الحجر في الزاوية دي، باب الكعبة هنا في الاتجاه ده. طيب، بين الحجر وباب الكعبة هذه المنطقة تسمى بالملتزم، بيناتهم يمكن أن يلتزم الإنسان، يمسك فيها ويلصق صدره وخده عليها، من السنة تلصق كده. والتزمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، دي المناطق اللي ممكن تلمس في الكعبة، أما غيرها جدران الكعبة وغيرها فلا يلمس منها شيء. نعم. ثالثا، والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويطوف الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه. نعم، لو طاف من داخل الحجر، هنا الكلمة الحجر، الحجر هو بناء في الجانب، إذا كان هنا الحجر وده الركن اليماني، من الجانب في الركنين الشاميين ديل في بناء، من هنا في مدخل بيجاي، بناء شكل حدوة كده، شكل نصف دائرة، في مدخل من هنا ومدخل من هنا، ما يطوف الإنسان الطائف ويدخل بيجاي من الكعبة، إنما يطوف من خارج الحجر. الحجر هو من الكعبة، جزء من الكعبة، فلو طاف الطائف من داخل الحجر يبقى ما طاف الكعبة كلها، طاف بجزء منها، يبقى الطواف ما يصح. أما هذا الحجر فيجوز الصلاة عنده داخل الحجر جوا، وهي من السنة. نعم. لأنه ما طاف بالكعبة كلها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئاً إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، يعني من خارج مسجد الكعبة كله، من خارج المسجد بر البناء ما يجوز ولا يجزئ. نعم. رابعاً: إذا حاذى الطائف الحجر الأسود وقبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو بغيرها وقبل ما استلم وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هذا مما يدل على أن تقبيل الحجر هو عبادة مخصوصة، وليس فيه إن الإنسان يتوسع في مسألة يقبل وبعد ذاك الزول يلمس بيده ويجي يشيل ذاك من بركة يده وإلى آخره، إنه عبادة مخصوصة، إما يقبل الحجر أو يسجد على الحجر أو يلمس الحجر. ولو قبلوا بشيء، بعصا مثلا لمسوا، عفوا، بعصا له أن يقبل العصا، هذا كله من السنن. أما غير كده فلا شيء فيه، ولا لأنه ينفع أو يضر. الإنسان اللي بيقبل الحجر ليس لأنه ينفع أو يضر أو يملك للإنسان شيء أو يغير في حياته أو يغير في رزقه، لا أبدا. هذه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحطان الخطايا حطا، تقبيل الحجر واستلامه، والركن اليماني اللي قلنا قبل قال يحطان الخطايا حطا. نعم. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير ابن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. نعم. قال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن لو أشار إليه لا يقبل يده. بيشوف هناك العامة من الناس يعملوا، الواحد بيشير له من بعيد وبقبل يده، هذا غلط، ما يقبل يده إلا إذا لمس الحجر. نعم. وحديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم. ما هو المحجن؟ ما هو المحجن؟ عصا. نعم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. رواه البخاري. وإذا كان وصوله إلى الحجر أشار إليه، أي إلى الحجر، الإشارة لا تكون إلى الركن اليماني، أشار إليه أي إلى الحجر. نعم. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذن لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. وهذه قاعدة عامة، أي مستحب من المستحبات إذا ترتب عليه أذية للناس فتترك الأذية ويترك المستحب. نعم. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر،
ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر. عرفت الفرق؟ إذا استلم بيده أو قبل قال شنو؟ بسم الله والله، ولو أشار له بيده الله أكبر. نعم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. نعم. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر. نعم. أخرجه البيهقي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب. وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. نعم. خامسا، إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإذا لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. سادسا، ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين، ولأثر يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر ابن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. سبحان الله، يعني ذا كلام فيه تعليم وفيه اتباع عظيم جدا. وهذا عمر رضي الله عنه. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. سابعا، وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، ولا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم. هذا في فقه الشافعية، الكتاب ده من أعظم الكتب المكتوبة في فقه الشافعية، المجموع شرح المهذب. يعني إن قالوا قال النووي في المجموع شرح المهذب، هذا مو كلام النووي فقط، هذا كلام الشافعية. نعم. ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدران القبر. قاله ابن عبيد الله الحيلمي وغيره. أبو عبيد الله الحيلمي الحليمي. قال أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوه ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه ولو حضره في حياته. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لا تجعلوا قبري عيدا. لذلك كره الإمام مالك رحمه الله تعالى لأهل المدينة، كره لأهل المدينة أن يزوروا، أن يعتادوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يزوروا أهل المدينة، إنما يزور الزائر من خارج المدينة، أما أهل المدينة ما يعتادوا الزيارة. وكره كذلك أبو حنيفة وغيره من أهل العلم زي ما نقل ابن تيمية في كتاب التوسل الوسيلة. نعم. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. نعم، الكلام للنووي، كل الكلام للإمام النووي رحمه الله. وده فيه يا أخواننا تنبيه لسد باب الشرك ودرايع الشرك، لأن التمسح وابتغاء البركة والالتصاق بالقبر، ولو اتفتح هذا الباب لرجع الشرك إلى الأمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولو فتح هذا الباب لصار وثنا يعبد. ولذلك كره الأئمة اعتياد الزيارة لسد باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ونهوا عن التصاق البطن بالقبر والاقتراب منه، وما يخلوك حتى الآن ما يخلوك أنت تقيف للدعاء، لأنه يفتح باب الشرك، أنت تسلم وتمضي. نعم. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسبحان الله، يعني من التربية السليمة حتى عند العامة من الناس اللي يعرفوا العقيدة في تلك البلاد، منهم من يعرف قبور بعض الصحابة رضي الله عنهم كقبر حمزة وغيره من الصحابة، لكن ما بكلموه. لو مشيت تسأل في البقيع أو في مقبرة شهداء أحد أو غيره، تسأل عن قبور بعض الصحابة ما بكلموه. واحد سوداني مشى بيسأل، قال لهم: وين قبر حمزة؟ روح روح. قال لي: روح امشي دار تزور، انت زور دي المقابر، دي مقبرة شهداء احد وديك البقيع. ما يكلموك. ولاحظوا، هذا من حرصهم وفهمهم للعقيدة، هذا من فهم العقيدة، لأن الناس لو عرفوا هذا قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، وهذا قبر فلان وقبر فلان، شيلوا التراب وتبركوا وما يستفيدوا أي شيء، يعني في النهاية يضروا هم. نعم. واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول، لأنه يشتمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. ثامنا، ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن. والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المقصود بالركنين هنا اللي هو الركن اليماني والركن العلى والحجر. الركن اللي فيه الحجر هو الجنب باب الكعبة، باب الكعبة هنا، والركن هنا اللي فوق الحجر، والركن اليماني بيجاي. أما الركنين الشاميين العلين الحجر، ده من الجانب الآخر، ده الركنين الشاميين. لما يكون في الحتة دي هنا
أول ما فات الركن اليماني واستلموا بيده بتلقى فاضي تستلم عادي بيدك وتمر في هذا المكان تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى أن تصل إلى حد والحجر. ده المكان اللي فيه اللي هو ذكر مخصوص. أما غير كده فقرأ قرآن، أذكر، أدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، ما في أدعية مخصوصة. بتلقى بعدين ناس واحد بيكون شايل لك كتاب وراه جماعة، بيكون سايق لك 100 وراه بكتاب، وفي الغالب بيكونوا ما عرفهم، والواحد بيقرأ وما فاهم، أو قد يكون عربي من الناس البعيدين عن اللغة العربية، يقرأ يقول كلام ما فاهمه ذاته. شيخ سليمان بيشرح في النقطة دي في الكتاب ده ذاته، قال واحد بيدعو قال كاتب الدعاء مكتوب عنده اللهم ارفع لي زكري، قال والنسوان وراه يقول امين، قلت ما فاهم ذاته هو بيقول في شنو، هي اللهم ارفع لي ذكري، شفتها وهو جاب لها فتحة من عنده ومشى الامور. المهم اقرا كثير جدا ينبهوهم لكن ما يسمعوا الكلام لانهم جايين مصممين، هم المسألة دي البدعة دي وراء عقيدة، هي أصلا هي وراء عقيدة، هم بيعتبروا انه ده العقائد فاسدة وده الوهابية وكده ما بيسمعوا كلامهم، فجايين بكتابهم ده مقرطين عليهم من هناك بس بيقروا كتابهم ده، ولو الدعاء ما كمل بيقيفوا، بيوقف الناس بيكون حابسهم كده، شفت ليه ورا يوقف الناس، يعني عنده الدعاء ده مفترض يتموا من من الركن الشامي الاول للركن الشامي الثاني في دعاء، ومن الركن الشامي للركن اليماني في دعاء، ومن اليماني للحجر في دعاء كده، ولو مات ما بيدخل الناس كده تدره، وده كله من الباطل. نعم ايوه ده الاباضيه، ده الاباضيه، ده الناس شر سيئين جدا، ده صلاتهم ذات ما تجب صلاة المسلمين. نعم رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة. تاسعا يكون تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع. ما في إشارة، لاحظ السنة دي ما فيها إشارة، بعد ما انتهى الطواف 7 أشواط وصلى ركعتين خلف المقام ممكن يرجع إلى الحجر فيستلمه أو يقبل الحجر ويمضي إلى السعي، لكن لو ما تمكن من الاستلام ما بشنو؟ ما بيشير له، ما في إشارة. نعم كما جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. عاشرا يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط. الاضباع في جميع الأشواط، الاضباع الرداء بتاعه اللي هو لابسه بكل لابسه من فوق، يقوم من فوق دي الدي بخلاها في محلها، دي بجيبها بتحت بيجال كده، بيلبسه بالطريقة دي، بخلي يده اليمين تكون حرة، ده الاضباع. بيكون في الطواف الأول قدوم بالنسبة لياتو القارن والمفرد، ده طواف القدوم ولا طواف الورود أو طواف التحية ده الأولاني، وبالنسبة للمتمتع الطواف الأول اللي هو شنو؟ أيوة طواف العمرة، لكن الطواف الأخير طواف الإفاضة الركن أو طواف الوداع ما فيه شنو؟ ما فيه الضباع. نعم والرمل اللي هو شنو؟ الإسراع. الإسراع ده بيكون برضو في الأول وفي الثلاثة أشواط فقط الأولى. والرمل هو شنو؟ إسراع الخطى مع تقارب الخطى، يعني بتكون سريع لكن شنو؟ ما بتشبه، الخطوات قريبة بعض، تقارب الخطى مع السرعة، تقارب الخطى مع السرعة.
ده بيختلف عن في السعي بين الصفا والمروة بين العالمين الأخضرين، ده جري عديل بين العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري حتى يدور إحرامه، الإحرام لحد ما يدور كده، معناه جاري شديد، حتى يدور إحرامه، فده جري. لكن هنا ده شنو؟ بين الجري والمشي. أيوة. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران، الجعران اللي في الحل قريب من التنعيم، منطقة الجعرانة، وسموا بها عمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الجعرانة. أيوة. فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاضطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. نعم. الحادي عشر، ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأما النساء فلا رمل عليهن، قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم. وده يا أخواننا في دائما لاحظوا الأحكام النساء اللي بتخصين فيها من العفة والحشمة ما فيها، أي أمر يعرض النساء إلى التعرض للرجال أو إلى كشف عوراتهن فهذا يكون من الفوارق، بيكون ممنوع للنساء. نعم. الثاني عشر، وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاث الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وهذا كما حصل بعد غزوة أحد، لما شعر المشركون بالانتصار ورجعوا فرحين، فمن ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر أصحابه إلى اللحاق بالمشركين، مجموعة من أصحابه، وفي ذلك نزل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هم جرحى وتعبانين جدا ومستأذين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نلحق بالمشركين ونطاردهم إلى أن يدخلوا مكة، عشان ما يشعروا بالعزة وبالانتصار وما يشعروا بضعفنا نحن ويجوا تابعيننا ويأذونا، فده من خدع الحرب. فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وطاردهم، فشعروا أن في المسلمين قوة فرجعوا، وبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رجع آمنا إلى المدينة. فهذا بنفس الفهم، يعني أظهروا القوة بالرمل والإسراع عشان ما يقولوا وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فصرفها عن المدينة.
إلى منطقة أخرى للي اللي قالوا قاعدة فيها في الحمى. نعم. ثم استمر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين. الرمل ذاته في حتة بتخفف فيها بين الركنين اليماني والحجر، قلنا بنقول فيها شنو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يلا بتخفف الرمل هنا، ترمل لحد ما تصل هنا تخفف، تمشي بالراحة. أول ما تصل الحجر تشير إليه تقول الله أكبر وترمل ثاني لحد ما تدور قريب دائرة كاملة، ثاني بتخفف بين الركنين. نعم. وفي صحيح البخاري أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. فهذا من عظم اتباعه رضي الله عنه. الثالث عشر: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس، هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى، وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. يعني الصلاة لا تقطع الطواف، الصلاة لا تقطع الطواف. وكذلك الزول لو أحدث على قول الجمهور يعيد الطواف، وعلى قول بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره الشيخ الإسلام ابن تيمية يروا أنه يكمل طوافه ولو بالحدث، لكن مو حدث أكبر إذا انقطع وضوءه يعني. يكمل طوافه لأن الأدلة الواردة في إيجاب الطهارة الصغرى في الطواف ما قوية، ولعل الراجح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الرابع عشر: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم. وهذا استحضار التوحيد. شوف التوحيد طوالي معاك انت في الحج، كل ما تمشي إلى مرحلة التنبيه على التوحيد، لأنه سورة الكافرون فيها البراءة من الشرك وأهله، وسورة قل هو الله أحد صفة الرحمن، ففيه طوالي انت معك التوحيد. نعم. الشرب من ماء زمزم. أولا: يستحب الشرب من ماء زمزم وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. زمزم معنى كلمة زمزم أي ارتفع، كلمة زمزم معناها ارتفع، لأن الماء ارتفع لإسماعيل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. وزمزم تسمى بالشباعة، الشباعة، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مرض زمنا فأتى زمزم فصار يشرب منها فصح وسمن، فصح وسمن. نعم. وأمه هاجر. واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع
بعد طوافه وصلاته خلف المقام. انت داخل على السعي بتمر على ماء زمزم تشرب منها وتصب على رأسك تكون فوق لرأسك من ماء زمزم. نعم. كما في مسند الإمام أحمد وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، صح الشيخ الألباني، لما شرب له مطلقا، شربت للاستشفاء، شربت للنجاح، شربت للزواج، لأي علة معنوية كانت أو حسية، لأي شيء، ماء زمزم لما شرب له. والحديث صحيح بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ثانيا، ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه أنها مباركة، أنها طعام طعم. نعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا وشفاء سقم، طعام طعم أي طعام للجائع، وشفاء سقم أي شفاء للمريض، شفاء للمريض، السقم هو المرض، وطعام طعم أي من يحتاج الطعام الجائع. نعم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. انظر ذلك في إرواء الغريب للألباني رحمه الله. الدعاء يكون قبل الشراب أو بعده، وبعده أفضل، الدعاء بعد الشراب، بعد ما يشرب يدعو، وهنا في دعاء مستجاب، والأفضل يكون بعد الشراب. طيب، ويستعمل ماء زمزم في كل أمر طيب إلا في الاستنجاء، ما يستعمل في الاستنجاء لأنه ماء مبارك مكرم، ما يستعمل في إزالة النجاسة. أما من استشفى به، اغتسل به، عنده مرض جلدي أو نحو، لا بأس، لكن ما يستعمل في الاستنجاء ولا يستعمل في إزالة النجاسات. نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس وأغناها ثمنا وأنفسها عند الناس. نعم. ثالثا، وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهداؤه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. وده في ورد على من رأى أن ماء زمزم لا يستشفى به إلا في مكانه، وده غلط، ماء زمزم يحمل. نعم. السعي بين الصفا والمروة. أولا، بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم كما في حديث جابر. طيب، الأفضل للقارن والمفرد، طبعا بالنسبة للمتمتع لا بد يسعى، مش كده؟ لا بد، السعي بالنسبة له ركن من أركان العمرة، ده ما فيه نزاع. أما بالنسبة للقارن والمفرد، الأفضل لهم يسعوا بعد طواف القدوم ولا بعد طواف الإفاضة؟ الأفضل بعد القدوم، الأفضل السعي بعد القدوم، أيوة، لأنه من تعجيل الخير، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج، إذا حج
قارن ولا قارن أو مفرد؟ ما عليه سعي واحد. يلا سعي الواحد ده بيسعاه بعد طواف القدوم ولا بعد طواف الإفاضة؟ الصحيح إنه مش الصحيح، الأفضل بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد طواف القدوم أو سعى بعد طواف القدوم. نعم. كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. نعم، الموالاة هي سنة. الموالاة يعني شنو؟ يعني يطوف الأشواط وراء بعض، وبعد طوال ما يكمل الطواف يمشي السعي طوالي، هذا أفضل وسنة عند جمهور العلماء، هذا السنة عند جمهور العلماء، ولو فصل بينهم فلا بأس، خلافا للمالكية، لو فصل بيناتهم فصل يسير فلا بأس ما يضر. نعم. ثانيا، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قلنا يكمل الآية لو حافظها مش كده، ولو ما حافظها يقرأ الحد الموضع ده، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. وقال نبدأ بما بدأ الله به، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة، ابدأ بما بدأ الله به في الدعوة، ابدأ بما بدأ الله به، وفي الحج ابدأ بما بدأ الله به، وفي كل شيء ابدأ بما بدأ الله به، فما قدمه الله فابدأ به. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل، والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة تقدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. طيب، الإنسان إذا مضى من الكعبة والكعبة بقت وراه، حيكون الصفا عن يمينه ولا شماله؟ الكعبة وراه خلاص، هو انتهى من الطواف وصلى ركعتين خلف المقام وماشي على الصفا والمروة، لأنه الكعبة إذا كانت هنا الصفا والمروة بجاي الصفا وبهنا المروة على شكل الخط كده، ودي الكعبة هنا، فأول ما يبدأ يمشي يمينه الصفا بكون يمينك وهو الأقرب إلى الكعبة، والمروة هو الأبعد، المروة أبعد، الصفا أقرب إلى الكعبة، أول ما يمر يمشي يمينه، من الصفا بيشوف الكعبة هنا طوالي، أما من المروة مستحيل، المروة بعيد، فيبدأ يمينه طوالي في الصفا. نعم. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا، فما بين العلمين فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما في حديث جابر الطويل، وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا عندنا سنن يا أخوانا، أول موقف في الصفا فيه سنن، السنة الأولى أن ينظر إلى البيت هو على الصفا، يستقبل الكعبة في مجال كده يمكن يشوف، السنة الأولى ينظر إلى البيت، السنة الثانية يرفع يديه إلى الدعاء، السنة الثالثة يهلل ويكبر ثلاثا، والسنة الخامسة يدعو بالدعاء المذكور، بعد ما دعا به قال الدعاء ده يدعو دعاء طويلا
ثم يقول الذكر مرة أخرى ثم يدعو ثم يقول الذكر المرة الثالثة وشنو؟ وينصرف ما يدعو بعده. نعم في كل شوط، الشوط الأول بس الآية فيه، فيه الآية، ثانية الآية ما بتقولها في أي شوط. نعم ويدعو بين ذلك ويفعل ذلك ثلاثا كما في كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل، وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعو ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. ثالثا ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر إن ذلك يجزئه. رابعا أصل السعي فعل هاجر، هاجر هاجر الفتحة، أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. لذلك يرى الإمام الشافعي والعلامة الألباني أن المرأة تسعى وتهرول بين العالمين الأخضرين، لكن قالوا إن لم تجد الرجال، يعني لو كان ما في رجال ممكن تجري، لأنه قالوا الأصل فعل شنو؟ فعل هاجر، ولكن قالوا الراجح أن المرأة لا تسعى، وفعل هاجر لا يعتبر من شرعنا، إنما هو من شرع قبلنا، من هم قبلنا. نعم. خامسا والسعي لا يؤتي به لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به وحده تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. يتطوع بشنو؟ بالطواف. أنت لو دخلت البيت دار تتطوع، تتطوع بالطواف تطوف، لكن ما تتطوع بشنو؟ السعي لا يتطوع به. نعم. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه، فمجازيه به عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من الله ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله إنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. الحلق أو التقصير. أولا الحلق أو التقصير
واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. ثانيا، والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. لماذا قال لغير المتمتع؟ الحلق أفضل من التقصير. المتمتع عنده حلقين، عنده حلقين، فإذا كان الحلق الأول قريبا من الثاني الأفضل له شنو؟ ليبقى معه شعر لشنو؟ للتحلل الأكبر. نعم. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة كما جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. نعم، وأن الله بدأ بالحلق محلقين رؤوسكم، وقلنا نبدأ بما بدأ الله به، فالأفضلية للحلق. طيب، من لم يكن له شعر صلعة فاضرة سمعين ماذا يصنع؟ قالوا يمرر الموس على رأسه، جر الموس بس وطلعه فاضي. نعم، وهذا بالإجماع، يمر الموس على رأسه. نعم، كيف في سافي شنو ما طاف يعني؟ ما طاف يعني ولا نسى عمل شنو هو؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين. نعم. ثالثا، والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه. أيوة، بشيلوا كده مرات، وبعدين بمقص بشيل لك حتتين من بهنا وبهنا، ده غلط. نعم. كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموس موسى والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الأصبع. رابعا، يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. أيوة، ما يحرم على الإنسان أنه يحلق غيره أو يحلق نفسه، لكن إذا جاء الإنسان عند الحلق في يوم النحر وبعد ذلك يجوز له أنه يحلق أو يحلق له، كل ما فيه بأس. نعم. الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. أولا، يحرم أهل مكة أهله يحرم
أهل مكة والمحلون والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية من منازلهم في مكة. في أي وقت من اليوم؟ في اليوم الثامن. في أي وقت؟ في الضحى، عند الضحى. وهو من الواجبات أم من السنن أم من الأركان؟ من السنن. نعم. ثم يذهبون إلى منى فيصلوا. يوم التروية يوم ثمانية، لأنه عندهم كان يوم السقاية بيروي فيه، يعني بيسقوا فيه الناس، عشان كده سمي بيوم التروية. نعم. ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. القصر سببه؟ سبب القصر شنو؟ النسك ولا السفر؟ النسك. عشان كده أهل مكة يعملوا شنو؟ يغسلوا برضو. نعم. لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم. وهنا يا أخواننا، عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين وحج بالناس صلى في منى أربعا، صلى أربعا في منى. وبعض الصحابة أنكر عليه، ومنه ابن مسعود. ولكن لما قالوا لابن مسعود أنت تعلم القصر، وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الحاج للنسك، فقال لهم إن الخلاف شر. وفي عبارة قال إني أكره الخلاف. وعثمان آنذاك أمير المؤمنين، وهو أعلم وأفضل من ابن مسعود. ولكن لاحظ فقه الصحابة ودرء الفتنة، لأن في اعتراض ابن مسعود عليه تهيج الناس على الإمام، وفيه شر عظيم. ولهذا ترك ابن مسعود هذا الأمر ولم ينكر عليه علنا ولم يخالفه، بل لما صلى ابن مسعود صلى أربعا. قالوا له كيف قلت ما قلت؟ يعني أنت قلت أن عثمان لما فعل ذلك وصليت أربعا؟ قال إني أكره الخلاف. لاحظ فهم الصحابة، نزل ربنا أداهم فهم للدين، ده عجيب كيف الإنسان يراعي المفاسد ويراعي فهم الناس ويراعي درء الشر العظيم. وسبحان الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له فهم من الأمر ذا. العلماء جابوا تأويلات كثيرة جدا، بعضهم قال لأنه نكح في مكة، يتزوج في مكة فصار مقيما، لكن قالوا القول ده ضعيف، لأنه القصر هنا سببه شنو أصلا؟ سبب النسك، ما سببه شنو؟ أيوة، ما سبب السفر أصلا. وبعضهم قالوا تأويلات كثيرة جدا، بلغت إلى ثمانية تأويلات. ولكن من أقوى التأويلات في هذا الباب أن عثمان رضي الله عنه نظر في هذا الأمر، كان يرى أن في الحج يجتمع الناس من الآفاق، من آفاق الدنيا، الناس بيجوا من الدنيا كلها، ومنهم من لم يحسن العلم، وينظر إلى أمير المؤمنين وصاحب رسول الله وصاحب السنة المسلوكة وهو يصلي ركعتين، فقال لهم أخشى أن يصلوها ركعتين. فقام إليه أعرابي من الناس قال يا عثمان ما زلت أصليها ركعتين منذ أن رأيتك في عام أول، مما شفتك السنة الفاتت للليلة أنا بصليها شنو؟ ركعتين. فكان له فهم راقي جدا في أنه الناس بيتعلموا منه، فأراد أن يعلم الناس الأصل في صلاتهم وهي الأربع ركعات. وبعد ذاك انظر لفهم عثمان من الجانب ذا، وفهم من مسعود من الجانب الآخر، أنه ما داير يثير الدهماء
على أمير المؤمنين وما داير يصير الخلاف. فأحيانا قد يكون في مسألة لك فيها رأي وأخوك عنده فيها رأي وله فيها مساغ، أو قد يكون السنة معاك وهو ما بلغته هذه السنة فما تحدث بها فتنة وجوطة بين الناس، بل أحيانا واحد يعمل جوطة وفساد عريض لأول له والآخر والباطل معه معه الباطل، لا يحترم للناس قدرا ولا يقدر ولا يراعي مفاسد ولا مصالح، طوال يقول لك هذا منكر ولا بد من إنكار المنكر ولا مجاملة في دين الله. قال لك جامل منه؟ ما جامل لكن أفهم، ما تجامل لكن أفهم، خليك عندك مخ وأفهم متى ينكر المنكر ومتى وكيف يعالج وكيف يعالج. انظر الليلة لو ابن مسعود قام وأنكر على عثمان، وفي الناس الصحابة الراسخين أصحاب العلم والدراية اللي بيوزنوا الأمور، وفي الناس الدهماء والأعراب وأهل البدو لا يحسنون فهم الكلام، فكيف لو قام أنكر عليه أمام العامة؟ فشوف فهم الصحابة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى حفظ بهم الدين. فنتعلم من مثل هذه المواقف. شيخ سليمان أبو الخيل حفظه الله تعالى عنده كتاب في الحج، وجاب مواقف للصحابة في الحج، منها الموقف ده ذاته بتاع عثمان وابن مسعود في كتابه في آخر الكتاب، وذكر فيها فوائد عظيمة جدا مستخلصة من القصص دي، قصة عمر مع أبي موسى وقصص كثيرة جدا، مواقف عظيمة الزول يستفيد منها ويتعلم. لكن الواحد حفظ له نقطتين وحديثين ثلاثة وبس، طوال دار يسوي لك شمطة ما يلقى له حاجة يقول لك وهذا هذا من المداهنة في دين الله ولا نداهن في الدين، وطوالي يخرب لك شتى سويته زمان والدار تسويه شتى خربوا لك عشان دار يصلح منكر واحد يجيب لك 60 منكر ثاني. نعم اقرأ. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. نعم. ثانيا، ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج. أيوة، ما في طواف وداع قبل الحج. نعم. ولا أن يقدموا السعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. نعم. ثالثا، والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الأفاقين فيه من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. نعم، فرق بين وجود في مكة وفي منى. في منى يقصر، أما في حال وجودهم في مكة فأهل مكة يصلون على التمام. نعم. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع لو إنسان سائق بتاع باص أو من المشرفين أو من المرشدين أو عامل بتاع صيانة أو نظافة أو غيره ممن يخدم الحجاج أو يسير معهم، فهذا ليس له قصر، ما بيقصر في منى، لأن القصر من أجل النسك
والحجاج أصحاب منسك، عشان كده هم بيكسروا. أما أنت ماشي سواق ولا طباخ ولا مشرف أو مرشد أو عسكري أو غيره، ده شنو؟ ليس من الحجاج، ما يكسر، يصلي تمام. نعم. رابعا، من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. أي اللي ما اكتملت عمرته يا أخواننا، اللي ما أكمل العمرة، هو نوى التمتع لكن ما أكمل العمرة، المتمتع مفترض يكمل عمرته بعد ذاك، يتحلل يلبس هدوم وجلابيته عادي ويأتي أهله وينتظر ليوم التروية يمشي يهلب الحج. لو ما أكمل عمرته لحد ما دخل الحج، ثاني ما في طريقة من العمرة في اليوم الثاني، الناس أحلت بالحج، ففي الحالة طوال يعمل شنو؟ يصير قارن، يصير قارن ويؤخر السعي بتاعه إلى بعد طواف الإفاضة. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يطعمهما لفقراء الحرم ولا يأكل منهما شيئا. يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم. الوقوف بعرفة. أولا، يستحب الذهاب إلى منى إلى عرفة بعد طواف الشمس، بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. نعم. كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه: وقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يهل منا والمهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا والمكبر فلا ينكر عليه. يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة. في العلامات هناك تسأل من العلامات، إذا كان أنت لسه في الحرم تخرج منها لحد ما تصل إلى عرفة، في ناس بيقيفوا برا برا الحدود بتاعت عرفة، يقيف ويرجع، ده ما حجة، ما عنده حج، ولا يعوض ولا يجبر بأي شيء، ما يجبر بأي شيء، ضاع حج. نعم. وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. ثالثا، يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد النزول بعد الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله. ما هي جمع؟
مزدلفة. نعم. قال: جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل طي، أقللت مطيتي وأتعبت نفسي. مطيتي يعني دابتي. نعم. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل هو الرمل المرتفع، التل يعني. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، يعني هو مر على جبال كثيرة، ما ترك جبل إلا وقف عليه، ومر على هذا الجبل وذاك الجبل، ومر إلى أن وقف على عرفات، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه الإنسان إذا وقف تم حجه، ولكن يبقى الواجب أنه يبقى في عرفة إلى شنو؟ إلى غروب الشمس، هذا واجب. نعم. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة ابن مبرس رضي الله عنه، ابن مضرس رضي الله عنه على ذلك. رابعا: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل وتقدم في واجبات الحج والعمرة. خامسا: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي أحكام الحج وغير من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. سادسا: الأفضل للحاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموا، وهو أفضل يوم يصام تطوعا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم، وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. طيب، صيام يوم عرفة يستحب لغير الحجاج، أما الحجاج فالأفضل ألا يصومه، يتفرغ للدعاء ويتقوى على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام، وإن كان أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها صامت، ولكن الأفضل ألا يصوم الحاج في عرفة. وابن عباس كان يحرج ويشدد على الذين يصومون في عرفة، لأنه ده بيضعف البدن، وكذلك بيضعف البدن أيضا أن الناس يمشي يصعدوا الجبل، والواحد في الحر الشديد وفي الزحام ماشي دار يطلع في الجبل فوق جبل الرحمة، ويظن أنه من السنة أنه يصعد الجبل، ما في أي سنة في صعود الجبل، أي سنة ما في. والآن عملوا فيها مخيمات جميلة وباردة ومكيفة، والزول دار يتفرغ للدعاء، خليك قاعد أنت في محلك وخط الموية جنبك وكذا، وتلقى الأكل والفاكهة جنبك،
فتقوى وادعو الله سبحانه وتعالى. ده يوم دعاء، ما يوم بتحوامة طالع في جبل ونازل. في ناس عندهم شمارات، الواحد داري عدا كلها شمارات وتصور، يطلع له في صخرة يصور صلعته ويبي جاي، وكل ده من الهوس. وده يوم فيه دعاء مبارك. في ناس سبحان الله فيهم من القوة. أنا شفت بعض الناس، واحد من صلوا الظهر، لاحظ في أول الظهر صلوا العصر والظهر قصرا وجمعا، الناس بتتفرق للدعاء للمغرب، رفع يديه بيدعو إلى أن أزل المغرب. والله بعض الناس ما نزل يديه أصلا، لاحظ من الظهر إلى أن غربت الشمس ما نزل يديه، يدعو دعاء واحد، لا تلفت، لا مشى أكل، لا شرب، لا عمل ولا شيء. هذا اكتسب وقته يدعو الله. ده يوم ربنا سبحانه وتعالى يعتق فيه الرقاب ويستجيب فيه الدعاء. وما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه عبده أو أمته من النار من يوم عرفة، ما في يوم أعظم منه. فالزول يتفرغ للدعاء ولا يقول يتحاوم بالجبال. نعم. سابعا، يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء بهذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. عند العرب اسمه جبل إلال، إلال هو جبل الرحمة. ثامنا، الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. تاسعا، ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. هذا من أحسن الأدعية في يوم عرفة، أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا من أحسن الأدعية يوم عرفة، يوم عرفة. نعم. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. سبحان الله، شوف كيف الاستفادة من الوقت، شوف كيف الاستفادة من الوقت. تناول الخطام بيده وهو رافع يده الأخرى، يستمر في الدعاء. فالزول ما يستثمر كل وقته، يستثمر كل وقته. واحد من المشايخ بيحكي انه في واحد بيدعو ومنهمك مع الدعاء، مشغول، ويونس النظافه ده ينظف المحل اللي فيها، قولوا زح ما شغال بيهم، شالوه كده وخطوه هناك ورافع يده في محله، ما زح، شالوه وخطوه بغالي وشغال فيه دعاء. ذول استثمر وقته صح. نعم. وليس للدعاء بعرفه ادعيه مخصوصه، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء
مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل. نعم، الدعاء الجامع دائما أفضل يا إخوان، دعاء الجامع أفضل، لأنه في ناس بيفصلوا في الدعاء في أمور ما لا معنى. اللهم إني أسألك الجنة والحور فيها وماءها البارد ونعيمها وما فيها من النساء وما فيها من شنو، وانت خشيت الجنة ما يدوك ده كله يعني حيمنعوك، فهي تقول يا الله اديني الجنة بس. فالدعاء الجامع الجامع انت بتلقى في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأدعية القرآنية، أما الأدعية اللي فيها تكلف وفيها استفصال كثير لا معنى له، لا معنى له. ربنا سبحانه وتعالى أنت اللغة اللي بتتكلم بها ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تتكلم به ويعلم مقصودك، فأنت أدعو بالدعاء الجامع يعني ما في داعي للتفاصيل. نعم. وهذه جملة من الأدعية والأذكار الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأدعية دي جاب منها الشيخ جملة كبيرة جدا، فالزول ممكن يقرأ لحاله، فبعديكم ما فضل لنا حاجة كثيرة، لأن الأدعية دي أغلب ما تبقى كثيرة. المبيد مزدلي 136 لا المبيد المبيد مزدلي المبيد بمزدلفة يا ذاك. فاضل لنا كم من الزمن نحن؟ كفاكم؟ ها؟ ولا بنكمل؟ طيب اقرأ. المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، يتجه الحجاج من مزدلفة بهدوء وسكينة إلى مزدلفة، إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. واضحة الأنوار بتاعتها سبحان الله، إضاءة حمراء واضحة جدا من بداية مزدلفة، وهي ليلة جمع ويجتمع فيها كل الحجاج والناس ينوموا ويأخذوا فيها راحتهم يعني. والإنسان المبيت بمزدلفة المقصود به البغاء أكثر الليل، يعني لو إنسان لو جاء إلى مزدلفة بعد المغرب وصل هناك بعد المغرب فبقي فيها بعد الساعة 12 له أن ينفر إلى منى، فالبغاء أكثر الليل هو المبيت بمزدلفة. ولو انتظر لحد ما صلى فيها الفجر وأسفر ثم انطلق إلى منى لرمي الجمرات هذا الأفضل، هذا الأفضل. نعم. ثانيا، أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. المسار على الصلاة في مزدلفة، المسار على الصلاة، وفي ناس يمشي يجمعوا الجمرات، يجمعوا الجمار ولقطوا الجمار بتاعتهم ويرصوها في القوارير ويشيلوها معاهم خشية إنه ما يلقوا في ميناء، لأنه ميناء أغلبها مسفلتة وبالبناء الحديث يعني، ومزدلفة أرضها أرض طبيعية عادية، فالناس بيحاولوا يكتسبوا، لكن ما من السنة أن يلتقط الجمار من المزدلفة ويغسلوه ويبخروه وشنو، كلام فارغ كثير جدا. ها؟ إذا صلوا يصلى أي مجموعة لحالهم، أي مجموعة يصلوا لحالهم، لأنه الناس بيصلوا بالبصات يعني ما بيصلوا في وقت واحد، أي مجموعة بص مثلا نزلوا يصلوا برا، ما يشترط كلهم في مسجد واحد لا أبدا.
الأذان بتسمع أنت ما بتأذن، أنت بتسمع الأذان، لكن هي مجموعة شنو؟ تصلي برا. نعم. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافهم مزدلفة إلى منى. ثالثا، يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه ما بات بمزدلفة. لو خرج قبل نصف الليل ما بات في مزدلفة. المبيت البغاء أكثر الليل، يعني تقسم الليل على اثنين وتزيد عليه، القعدة تكون الأكثر، هذا هو المبيت. ولو أنت على سيارتك، لو أنت واقف على حيلك، لو نمت لو ما نمت، المهم أنت باق في مزدلفة. وكذلك الوقوف في عرفة، ما شرط تكون واقف على حيلك، أنت على دابتك، أنت راقد، أنت كله ده اسم الوقوف في عرفة. فالمبيت ما شرط النوم، والوقوف ما شرط تقف على حيلك. نعم. ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. ولا يستحب قيام الليل، ولا يستحب فيها قيام الليل، إنما المبيت لراحة الحاج، يرتاح فيها الحاج ويذكر الله عند المشعر الحرام، وهو ذا الجبل اللي فيه مزدلفة. إذا الإنسان وصل، وهذا من السنة، يصل الجبل ويذكر الله فيه. نعم. رابعا، وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، في كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. خمسة، وللضعف من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. نعم، الترخيص للضعف والنساء كبار السن وللمرضى وكذا، الترخيص لهم يدل على الوجوب على غيرهم، لأنه لو ما كان واجب على غيرهم ما رخص لهم، فرخص لهم بعض نصف الليل يمشي يرمو طوالي ويطوف الإفاضة وينحر وإلى يتم بقية الأعمال. أعمال يوم النحر. نعم. واحد، أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس وتقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذا الترتيب هو الأفضل، الترتيب ده، ويجوز بأي ترتيب، تبدأ بالطواف وتجي النحر وتمشي الرمي وترجع للحلق، تبدأ بالحلق وتمشي الطواف وترجع، كله بجوز، لكن الأفضل الترتيب. وحتى هذا الترتيب بتلقى أنت في ترتيب سيرك، الترتيب ده موافق لسير الإنسان. أنت جاي من مزدلفة، حتجي منى، من منى أنت حتمشي بين منى وبين أو في آخر منى عندك الجمرة قبل ما تصل الكعبة، الجمرة الكبرى، رميت الجمرة وانت ماشي قبل ما تصل بتلقى المنحر، قبل ما تصل مكة لقيت المنحر
قبل ما تصل إلى الكعبة بتلقى محلات الحلاقة، وبعدك تخش الكعبة تطوف. فرمي ونحر وحلاقة وشنو؟ في سيرة كده بتلقاها مرصوصات لك قدامك، وبعدك إن شئت خالف، لك أن تخالف، تبدأ بهذا أو ذا. بالنسبة للناس اللي بيحرموا من مكة أصلا، اللي كانوا بيحرموا من مكة وأهل مكة، نعم، ومن ثمانية ومن الترمية، ده الحكم المتبع والحكم المتبع، ده اللي يهلوا من مكانهم، يهلوا من مكانهم، من بيت الزول، البس إحرام ويطلع. حجهم الأفضل لأهل مكة الإفراد. الأفضل الإفراد لأهل مكة، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالأفضل لهم الإفراد لأنه أتم لحجهم وعمرتهم. يحرم طوالي من بيته طوالي إلى منى يوم 8 يحرم طوالي، ولو أحرم يوم عرفة صحيح إحرامه، لكن فوت سنة المبيت اليوم الأول في منى والإحرام ووصول منى من الضحى، ده كله سنة، والمبيت في منى سنة، لكن هو لو دار يعمل الواجب طوالي طوالي مش عرفه صحيح. لو سكن عرفه يبقى من اهلها، لو سكن مكه، ايوه المقيم بمكه يبقى من اهلها. أيوة. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فانه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب، على هذا الترتيب يجمع، يجمع كلمة رنحط، رنحط يعني رمي نحر حلق طواف، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلها بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه صلى الله عليه وسلم كان عليهم سعي، سعوا بعد طواف الإفاضة، الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. وعن أسامة بن شريف رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا،
فكان الناس يأتونه من فمن قال يا رسول فمن الله قائل فمن قائل فمن قال نعم فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ثالثا، وهذه الأعمال الأربع أو الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين. يعني التحلل الأكبر. لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل. فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين، بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى بإثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. والراجح التحلل الأول بيحصل بشنو يا أخوانا؟ برمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأول، وبالطواف يحصل التحلل الأكبر. نعم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. رابعا، دفع النبي صلى الله عليه وسلم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له من أثناء في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعد ما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع، وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حتى حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. رمي الجمرة يكون بالنهار من الضحى إلى الليل. يمكن الإنسان أن يرمي جمرة العقبة، ما في بأس يوم النحر، يرميها إلى الليل. نعم. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت
استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. خامسا، يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وأقل الهدي شاب أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزي فيه ما يجزي بالأضحية، وهو الجذع من الضان، وهو الجذع من الضان، والثني من غير، الثني من غير يعني من المائز، الثني الثني يعني ما تم. أيوة. والجذع من الضان ما تم له ستة أشهر. والثني من المعز ما تم له سنة. نعم. ومن البقر ما تم له سنتان. نعم. ومن الإبل ما تم له 5 سنين. نعم. ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث. نعم، كل فجاج مكة، الفجاج هي طرق الجبال، طرق داخل الجبال، والناس أصلا من مكة، من الجمرة، من منى، وداخلين على مكة بخش بالجبل بتهي. جبل كبير جدا، جبل ده تكون ماشي فيه قريب 40 دقيقة بتهي. نعم. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهد صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأضعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له قنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجوعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشربا من مرقها. نعم. الفرق بين الهدي والفدية. نعم. الهدي يأكل منه، ده دم شنو؟ شكران. وذاك دم جبران، أي شيء كان لجبران واجب من الواجبات ما بتأكل منه. أما دم الهدي للقارن والمتمتع يكون لشنو؟ يكون دم شكران، تأكل منه وتهدي. نعم. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة، ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائده فأفتل
فأفتله فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. أفتل القلائد يعني تفتل الحبل يعني وضفر الحبل. سادسا والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. سابعا والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها وإن كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن المفرد عليهما سعي واحد وله محلان أو محلان، محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. طيب يكفي كده، ما بقي لنا الكتاب شيء، الزول ممكن يقرأ الباقي براو صفحتين أو ثلاثة. وأهم ما فيها هو من أعمال الأيام بعد يوم النحر، وهي رمي الجمار. وأهم ما في الأمر أن الجمار الثلاثة لا ترمى يا أخواننا إلا بعد شنو؟ إلا بعد الزوال. هذا من أهم الأحكام. والحكم الثاني من المهمات أن الإنسان إذا كان متعجلا بيرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، لكن بشرط اللي هو لا ما تغرب الشمس عليه وهو في ميناء، يخرج منها قبل غروب الشمس، يخرج منها قبل شنو؟ غروب الشمس. والأمر الأخير أن يجعل آخر العهد بوجوده في مكة الطواف، طواف الوداع آخر العهد. يعني لو عندك بعض الأشغال والأمور أن أنت قاعد لها في مكة ما تطوف الوداع لحد ما تخلص أشغالك أو زياراتك تخلصها، لما تبقى مارق من مكة تجي تطوف الوداع وتخرج. لأنك لو أنت طوفت الوداع ثم مكست في ميناء أو في مكة بعد ذاك أنت قاعد أيام أو ليالي، واجب عليك شنو؟ تطوف تاني ليكون آخر عهدك بالبيت الطواف. هذا من المهمات. وجمرة العقبة بتختلف من الجمرات الثانية في أربع أمور، اللي هي شنو؟ أربع أمور تختلف جمرة العقبة من الجمرات الثانية. إنا في يوم شنو؟ في يوم النحر. أها. يحصل بها التحلل الأول، لكن ده ما هو الفريق. الوقت بتاع عبتين بيطرمى من الضحى، نعم. وديرك ما بيرمى إلا بعد. الفرق الثالث، أي جمرة من الجمرات ديك بعد ما ترميها بتعمل شنو؟ بتقيف تدعو، إلا شنو؟ العقبة ما بتقيف بعديها. والأخير أنها ترمى من الوادي، يعني هم كلهم ورا بعض كده زي الثلاثة ديل ورا بعض. العقبة هي الأخيرة الأقرب لمكة، بترمى من الوادي بتقيف فيه جاي أنت، والباقيات ديل بتقيف لين قدام الطوالي، من هنا بترمي من هنا بترمي، أول ما تجي اللي بتمشي بجاي ترمي من الوادي. وهذه سنة، لو الإنسان رمى من خلفها ما في بأس. وكلهم بسبع حصيات، سبع حصيات سبع حصيات، والحصيات قدر الحمص قدر الفول السوداني. وإياكم والغلو. والشرط في وقوع الحصى أن تقع في شنو؟ في الحوض حول الجمرة. الجمرة شكل عمود، عمود واقف كده وحولها حوض، شرط أن تقع في الحوض عشان كده ما تضرب فوق لما تقع برا. وما تأخذ من الحصيات التي رمي بها اللي وقعت جنب الحوض ورمي بها، خذ من الحصى البعيدة. وأخذ الحصى الأفضل يكون من ميناء، أنت مما طلعت من المساكن بتاعتك من ميناء خذ الحصيات من الطريق، أو من مزدلفة أنت ماشي على ميناء خذ من الطريق التقط الحصى. طيب فترمي اليوم الأول جمرة العقبة، اليوم الثاني الجمرات الثلاثة، اليوم الثالث الجمرات الثلاثة، تكتفي بكده لو كنت شنو؟ متعجل. لو أنت متأخر تنتظر اليوم الثالث فترمي الجمرات الثلاثة كلها، وبعد ذاك تمشي فتطوف طواف الوداع وتخرج. دي كده يا أخواننا خلاصة أعمال الحج.
بعد ذاك انت ممكن